هذا ومن توجيهات الإسلام للشاب الذي يرغب في الزواج ألا يكون مقياس اختياره هو مجرد الميل القلبي للقائها والتحدث إليها ولا مقياس وراء ذلك، فهذا الميل على أهميته البالغة لا يصلح وحده ليكون المرجعية في استكمال هذا المشروع الكبير الذي سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا، وإنما يحتاج الأمر فيه إلى الاطمئنان قدر الإمكان إلى الاستعداد العقلي والخلقي والقدرة على تحمل مسؤولية الاشتراك في صنع أسرة قادرة على تحدي الصعوبات وتجاوز المشكلات. والإسلام حين يبني الأسرة فإنما يبنيها على هذه الصفات، وكلها من باب الأخلاق والقيم الإنسانية.